اليوم غادي ندير معكم واحد الكاطو ديال الناس المحبين ديال الشوكولا فوغينوار. الكاطو اللي لا يعلى عليها، هذه هي الكاطو اللي كنحضروها في نهارها وناكلوها في نفس الوقت بلا جيلاتين، بلا جيلاتين، بلا مكونات اللي ما لقاوش عندنا. صوف الشوكولا خص يكون عندنا الشوكولا من النوع الجيد. يلا بطريقه سهله وبنينه، وتابعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر، من الاول حتى الاخر، وبالصحه والراحه، وخليو الشاف يكمل القطعه ديالو. يلا تابعوا معنا الفيديو. السلام عليكم. باش نحضروا هذا الفرينوار غادي خصنا لو بسكوي. البسكوي كاين عندنا هنايا 5 ديال البيضات، 125 غرام ديال الدقيق، 125 غرام ديال السنينة، 30 غرام ديال بودر دو كاكاو، واحد الساشية ديال الخميرة. بسم الله. ديما هاد كتعرفوا لو بسكوي حنا كنديروه في بلاكه، ما كنديروهش في المونطالع، بلاكه دغيا كيطيب لينا وتيجينا رطب، ماشي ضروري نديرو المول عالي ديال الكيك. هنايا ملي درنا البيض نزيدو ليه السنيدة اوتوماتيكمون، صافي غادي نديرو يطلع. البسكوي ديالنا ها هو البيض ديالنا ها هو طلع. دابا غادي نخلطو، ودائما البسكوي ديالنا باش يخرج لنا مزيان ما نخلطوش لافارين في الماكينه، ديما لافارين نحاولو نخلطوها غير بيدينا بالسباتي. فوالا انا شتي بشويه كنحرك لافارين ديالي، عمرني ما نخويها على فوا، الا خدلتها الا درتها بمره كتكتل ليا لتحت، لهذا نبقى نخويها بشويه بشويه لافارين. دقيقه وقف نجرب هذاك دابا، وضروري نمشي دابا مادام راه شاده ليا الباسين. ايوا ضروري ما نقولش راه راسي غادي نسميتو على حيت هاد لو بيسكوي هو حساس، الا كبيتي لافارين فوالا صافي، إلا كبيتي لاباري كلها كتدير دي غران لتحت. تلقي دابا دابا هانتوما كاين السؤال الشيف. نعم. كاين اللي كيقول لك ملي كندير بودرة الكاكاو مع الدقيق كيطيح البسكوي. ها هو إلا طاح هاي المشكل، ما تطيح ما والو. المهم هانتوما الطريقة قدامهم، ها هو ما كاينش لا لي غران ديال يلا فاري لا والو. دابا الطريقه الصحيحه هي هذه. دابا نجيبو البلاكه. انا كما قلت لكم درت بلاكه، ما درتش مول وندخلو الفران يطيب. اش كنت يوقع المول؟ الا درت المول اولا خصني نجي ندير لا فاري زايده حيت غادي تولي بيسكوي جينواز كتولي او جينواز. تندير بلاكه تندير مول تيخصو لا فاري زايده وتيشد ليا المده في الفران، تيبقى حتى لساعه الا ربع. اما البلاكه بحال هادي تيكون البسكوي دغيا طيب لي مده 10 ديال الدقائق وتيكون خفيف. انا صراحه كنفضل هذا كاع في لي كاطو ديالي. شاف شحال ديال القياس ديال هاد البلاكه؟ هاد البلاكه فيها دوك الفران المويان اللي هي فيها 40 على 35، باش يعرفوا اللي عنده هذاك الفران بحال هذا اللي غادي نطيب فيه، واخا تكون زايده شويه ولا ناقصه شويه ماشي مشكل، باش الا كانت عندهم شي بلاكه كبيره يزيدوا في لا كونتيتي ديال البلاكه او يديروا النص ديال البلاكه او الثلث. تماما. دابا هذا غادي ندخلها للفران. انا الفران ديالي سخنته على 200، والفران مازال ما طلع، غادي نخلي واحد شويه تيطلع الفران يسخن على 200. عمر البلاكه، عمر البسكوي ديالي ما نديرو في الفران هو بارد، ضروري حتى يسخن الفران باش البسكويت ديالي يجي رطب وتيتلوى. مي الا درتو في الفران بارد تيقصح ليا البسكويت ديالي، تيجي داشف. هادو هما المشاكل اللي كيوقعوا الناس بزاف مع البسكويت. فوالا،
مع البسكوي ديالنا وهو كيطيب غادي نوجدوا السيرو. انا درت هنايا 250 غرام ديال الماء وغادي ندير ليها 200 غرام ديال السنيده. فوالا صافي غادي نديرها طيب باش توجد ليا. غير تغلى ولا تغلى؟ غير تغلى صافي نحبس عليها وتذوب ديك السنيده. تذوب السنيده بيان سور. هنا دابا غادي نوجدوا لاباري ابون، يعني عباره على صفر ديال البيض مع السنيده. العبار ديالو هو قد صفر البيض قد السنيده. هنا غادي نديروا السنيده، هنا صفر ديال البيض 4 غادي يعطيونا 80 غرام، غادي نديروا 80 غرام ديال فوالا 80 غرام ديال السنيده فوالا، وغادي نديرو ليها 20 غرام ديال الماء يعني الربع. علاش كنديرو 20 غرام ديال الماء؟ باش ما تعطلش لينا في الطياب. صافي هاد الماء غادي هاد السنيده مع الماء غادي نديرها فوق العافيه يتبخو مزيان وغاد باش نكبهم على هاد الصفر ديال الماء. واش غادي يطيب هاد الشاف على 120 ولا 110؟ الى عنده اللي عندهم الترمومتر 110 110 115. المهم كتبان السنيده ذهب كلينا في الماء مع الماء. بديتي كتصفي البيض؟ اي كنصفي دابا البيض اللي غادي ندير في يعني 80 غرام ديال صفا البيض يعني 4 البيضات. 4 ديال البيضات كل وحده فيها 20 غرام. وهذا البلونطوف كنحتفظ به ربما نبغي ندير به شي حاجه ولا شي نديرو به المكرون نديرو به الميرانك. هذا كندير ليه حتى هو الفويل قبل ما يطيب السكر كندور واحد شويه باش يتخلط ليا البيض مزيان. كتهرسو بعدا ما تخليش فيه. وي نطربو شويه ما نطربوش بزاف غير شويه. دغيا تخرج البسكوي. لا صافي البسكوي ديالي طاب. شحال كمل ديال الوقت؟ 10 دقائق. دار 8 ديال الدقائق ملي قصو بالي طاب. هانتوما البسكوي راه طاب مزيان. كيفاش المعايير ديالو باش انت ما تلصقش ليا في يديا شوف. ويكون ملي كتورك عليه ما كيبقاش ما كيبقاش كيرجع الاثار ديال صبعك. وما تينشف شيء. هذا هو الطياب ديال البسكوي. الا بقى بزاف كيبس لينا ال وي الا بقى بزاف كيوجد البسكوي جو جينوان تولي ليا البسكوي شي ديما على حسب الفران ديالكم. ديما حسب الفران. وكيما قلت لكم الفران يكون سخون مزيان. راه سخنتو في 200 وانتم ملي سخنتو في 200 راه ما طلبش ليا الوقت بزاف. شتك كتحاول تحيدو دغيا ما تخليهش في البلاكه. لا ما تخليهش في البلاكه باش يبقى ينشف فيها. حطيتيه فوق الطابله باش يبرد لينا ما يبقاش باش ما يبقاش يزيد في الطياب. فوالا هانتوما البسكوي ديالي ها هو باش نوري لكم هو باقا سخون. شتو كيتحيد دغيا هذا الطفي ديالي الورق ديال الطهي. واو فوالا هانتوما البسكوي ديالي رطب مزيان هاكا هاكا بخيتو. نحطو في شي كريا باش ما يبقاش يعرق. صافي غادي نحطو جانبا حتى نوصلو به. سيرو واجد الشيف. السكر ديالنا هو طاب. ما نخليش الماكينه خدامه وانا تنكب. الا خليت الماكينه خدامه وكنكب السكر تيبدا يلصق ليا مع الجنان. انا سكت الماكينه ديالي غادي نكب السكر ولكن غير في السكر ديال هامش. هانتوما ملي كيبان ليا هو من السكرة باردة هاكا تبرد تبرد واللون ديالو تبدل تبدل وهانتي شوف كيختار. كيختار غادي نكبو كله هنايا في هاد المرحلة. داك الصفار البيض راه طاب لينا. بيان سور طاب. هذا دابا راه كبينا عليه السكر على 110 ولا 120 راه كيطيب البيض صافي مبقاش عندنا فيه مشكل. واش ضروري الشيف نديرو هاد لاباري ابون في موس شوكولا؟ راه ممكن هاد لافوغي نواغ نديروها غير بلا كريم فريش والشوكولات، ولكن راه المذاق راه كيتغير. راه إلا درنا معاه هاد لاباري ابون
هي اللي كتعطينا واحد اللوغو. على شنو هو هذا لاباريغ؟ واش فيها كتعطي فيها هاد لي جون دوف؟ لي جون دوف راه غاني والسكر كتعطينا الحلاوه وكتعطينا لوغو يعني المذاق. المذاق حنا كنلعبوا على المذاق وعلى التكستو ديال لا موس كتجينا لا موس يعني القوام ديال لا تيجي يعني القوام ديال الكريمه كيكون ثقيل وشاد ثقيل. فوالا هذا هو لافونتاج ضروري نديرو هاد لاباريغ. حيت كاين اللي كيقول لك نستغنى عليها علاش طرحت لك طرحت عليك. لا ما نستغناوش عليها. وكاينه واحد النقطه اخرى، انا وجدت هنايا الشوكولاط، هنايا هاد الشوكولاط اللي درت، انا درت 200 غرام ديال الشوكولاط. هاد الشوكولاط ها هو داب، راه ما كاين مشكل نكبوه في الخليط ديالي ونخلط مع الكريم فريش. مي كاينه واحد لاستوس اللي هي يعني نوريها لكم دابا، غادي نزيد واحد شويه ديال الزيت تقريبا معلقه كبيره. معلقه كبيره علاش هاد الزيت زدتها؟ يا هاد السؤال، هاد السؤال زوين. باش الشوكولاط ديالي، حيت لاكريم اللي غادي ندير بطبيعه الحال كتكون بارده، الا كبيت الشوكولاط ديالي على لاكريم وهي بارده غادي يولوا لي غران دو شوكولا في وسط لاكريم، وغادي يولي لاموس ديالي فيها لي غران. لهذا كنديروا الزيت، واخا الشوكولاط سخونه اللي كتلقى مع البروده كتجمد، لهذا كندير الزيت باش هذاك الشوكولاط ديالي ما يجمدش، يبقى ليكيد وفي الطخلات يبقى هكاك سوبيطا تخلط يعني كينسجم بكل سهوله. كينسجم ليا الشاف. نقدروا نديروا حتى الزبده؟ ممكن نديروا حتى الزبده، نديروا اي دم، نديروا الزيت او الزبده. هنا انا ما نخليش لي غرا في الشوكولا ديالي باش ملي كناكل لاموس ديالي شوكولا في وسط فوغي نوار ما يبانوش ليا لي غرا دو شوكولا، تبان ليا غير لاموس. الشيف هذه المساله لاحظتها انا في شي فيديوهات ديال شي ناس برانيين ماشي مغاربه. نعم. وخلطوا الشوكولات مع الكريمه ودارت داك التكتلات ديال الشوكولا. وقلت لهم راه عندهم واحد التقنيه ما عرفوهاش. لا هذا كاين دي زاستوس نشرحوها للمتتبعين ديالنا. هنا لاكريم ديالنا بلا ما نغسل هذه الماكينه اللي طلعت فيها لاباريغامون اوتوماتيكمون غاتندير فيها لاكريم ديالي. وهاد لاكريم ضروري خصها تكون بارده. راه سبقتيني في الجواب الشاب. بس كنعيق لك بالاجوبه ديالك بالاسئله ديالك. راه بغيت نقول لك هاد الكريمه خصها تكون بارده. هادي ضروري تكون بارده باش تطلع لينا، راه الا ما كانتش بارده واخا تكون من نوع جيد راه ما طلعش. داكشي باش نقول لكم لاكريم بارده والشوكولا راه غادي ملي غادي يتلاقاو بجوجهم غادي يسبوا لنا شي مشكل الا ما درناش الزيت. بون دابا غادي نديرو هاد لاكريم ديالنا طلع. وحتى الفوي ما غاديش نغسلو ماشي ضروري، غير طلع ديال لاكريم. اتنسيو لاكريم ما نخليهاش ويمشي، لاكريم خصها تطلع مي مونطي، يعني ما تكونش طالعه بزاف واقفه، لا غير تبان ليا كتشد شي شويه ونحبس. احنا غادي نشوفو هاد القوام. غادي ناخذ منها اللي غادي ندير به لاموس، وغادي نخلي منها واحد 100 غرام اللي غادي ندوزها في وسط البسكوي. مازال هذيك اللي ندوز في وسط البسكوي نطلعها شويه، مي هذيك اللي غادي نخلط بها لاموس خاصها تكون ميمونتي. شوفوا الكريم ميمونتي كي دايره. غادي نحط الماكينه باش تبان لكم مزيان. باقي خفيفه شويه. ايه هو خاصها تكون لا في لاموس. هذه دابا علاش علاش؟ علاش؟ على حقيقتاش الا درناها في ليموس مازال غادي نبداو نخلطوا غادي تبدا تطلع. وانت تجينا سوبل في لاموس ديالنا، ما خصهاش تجي لاكريم شاده، الا جات لنا شاده غادي يولي لنا لاموس ديالنا غادي يولي قاصح بزاف. وحتى الا كتسرحها ما كتعيطالي كيجيني ماشي براتيك كتحكمش. انا غادي نهز من هنايا 200 غرام اللي غادي نخلط مع لاموس ديالي والباقي غادي نخليه هنا يطلع شويه. نزيد نطلعو باش غندوزها فوق الكاطو باش ندير لي غوزاس. بون هنايا قلنا 200 غرام غادي نديرها هنا. شاكي كتكب ايه خفيف هذا. فوالا 200 غرام ديالي ها هي. هاد الاخرى هادي هادي غادي نخليها تطلع حيت هي غادي نديرها بين الطبقات وغادي ندير بها دي غوزاص خشب. يعني خصوصا فوق المغ او الغدا السوداء كتبغي داك الكريمه في الوسط تكون شونتي. شونتي هادي هادي غادي نطلعها، واخا غادي نطلعها غادي نوقف عليها باش ما طلعش فيها بزاف.
هذه هي طلعت. دابا شوفوا هذه طلعت كي داير، هذه كتهز حتى في الفوي كنقلب ليها. ها شتا كتهز حتى في الفوي، الاخرى ما كتهزش شي. هذه صافي، هذه مزيانه هي باش غادي نخليوها جانب. انا بعد ما وجدت لي زانغريديون ديالنا او لا ريسيب ديالي اللي هي لا كريم الشوكولاط لا باريابون، ما نخلطهمش، ماشي نخلطهم ونخليهم كيتسناو، لا غادي نخليهم اكوتي ما نخلطهمش. وعندي هاد الليمون غادي نوجد لي بسكوي ديالي، نوجد السيرو ديالي، عاد نحط لي بسكوي، عاد كيف نخلط لاموس ديالي نكومونسي في المونتاج. حيت الا خليتها كتسنى لاموس كتبقى تتجمع، غادي تولي كتجيني قاصحه في الخدمه. يعني هادو التقنيات ديال العمل. فوالا انا غادي نخلي كلشي هادشي جانب، وغادي نجيب هذاك البسكوي ديالي اللي صغور. فوالا هنايا كنقطع لي بسكوي ديالي. عندنا واحد الضيفه هنايا هي تخبات مورها ما بغاتش تبان في الكاميرا. لا لا مشات. هاد الاطار ديال شحال من سنتيم؟ ديال 24 سنتيم على 6 سنتيم. انا ملي قطعت انا البسكوي ديالي هادو هما اللي غادي نعاود نقادهم باش يجيو في الوسط. خصك يكون عندك ثلاثة ديال الطبقات من البسكوي. وي كل ما كنضيعوش هذاك، حتى هذوك القطع خصهم يدخلوا حتى حاجه ما كتبتها. دابا لا ميزون بلاص ديالنا كلها واجده. هاد البسكوي هذا مقطوع مرصوات اللي قطعناه من الجناب، كنديروا واحد صحيح لتحت، كنديروا ليه لاكر ان ضروري السيرو الروز والجاتو ديالنا مزيان. الجاتو مروزيا هي اللي كتعطينا ناكلوها كتكون بيان روزي، يعني مسقيه. مسقيه مزيان، ما تكونش ناشفه، شطوش عليها. انا دابا غادي نخلط لاموس ديالي، غادي نكب هنا لا كريم 200 غرام، هنايا لا باري ابون ها هي اللي هي 80 غرام ديال السكر و4 ديال الصفار ديال البيض، وهنايا الشكلاط ديالي اللي هو 200 غرام. وهنا الشكلاط ديالي كنكبو بسهولة، ما نخافو لا يحج ليا لا والو، ما يديرش لي غرام. فوالا دابا نحرك لاموس ديالي. دابا هنا ملي كنحرك لاموس ديالي هانتوما ليس ما بقاش فيها لي، ما نحسش بها واش كاين لي غرام ولا شي حاجة. حتى داك الشكلاط تيبان سائل، ما دارش الحبيبات. هادي موس الشوكولا هادي، هادا كنحرك فيها مزيان هانتوما، ما حدا كنحرك وهي كتنسجم ليا، ما نخاف حتى شي حاجة تطيح. فوالا وكتوقف واقفة هانتوما. والعلم هذا لا موس الشوكولا ما كنديروش فيها الجيلاتين، حيت هو ديجا لا موس الشوكولا الشوكولا ديالها تيشدها، خصوصا الشوكولات السوداء. وتكون غير اللي كان نحكر عليه هو الشوكولا تكون من النوع الجيد باش يكون عندها المذاق زوين. فوالا تنقدوها. يعني هذا حلوى بدون جيلاتين. بدون جيلاتين 100%. هانتوما حتى في التزيينه ديالها هي الفور نوار كتبغي السوريز امارينا، حنا ما درناش السوريز باش ما تبقاوش كتقلبوا على السوريز وتعكزوا ما ديروها، ماشي ضروري. انا ندير هذاك البسكوي ديالي اللي كان فيه مرصوات مقطوعين هو اللي غادي ندير في الوسط، حيت كاينين الناس اللي كاع ما كيبغيو داك السوريز، كاين اللي ما تيبغيش شيء. وعندكم الاختيار، انا هو ما درتوش، نتوما بغيتي ديروا ممكن ديروه، تشريو اون ديتاي وديروه. فوالا هي مرحله غادي نديروه، المرحله ديال الكريم اللي كنديروا لا كريم فريش. دابا هنا نعاود نزيد السيرو ديالي كما قلت لكم. هاد لي غاطو سوري سيرو ما تشطروش عليه، ديروا السيرو مزيان باش تجينا الغاطو رطبه، ما تجيكش لكم الغاطو ناشفه. ملي كان كاع كندير السيرو كنعاود نقيس بيديا واش كلشي رطب مزيان بارفي. هنا كنزيد لا كريم فريش ديالي، ها هي كندير القياس. فوالا نجيب واحد السباتول باش نقادو داكشي مزيان. الا كنا غادي نديرو السوريز امارينا، هنا كنديرو فوق هاد لاكريم، هنا كندوز هاد لاكريم ديالي
حتى داك السيرو ديالو كنسقيو به. كنسقيو به اللي كيبغي حيت كاين الناس كنطيح الناس بزاف تيقول لك ما كنبغوش هذاك السوريز. كثير من الزبائن كانوا ما كيبغيوهاش هذاك السوريز. كل واحد كنحترموا الراي ديالو. فوالا هنايا انا غادي نروزيها من هنا باش تكون على نروزيها ليا مزيان. كنروزيها بشويه بجوج فوالا. كاع ما سولتيني يا مدام هاد الحلوه كتسال كوميان دو بيغسون باقي مازال. هانتوما هنا كتجينا حتى لا فينيسيون ديال شحال ديال الناس هاد الحلوه. الإطار ديال 24 سنتيم. الإطار ديال 24 إلا كانوا وكالة 10 الناس كانوا عشاقة 15 الناس. هاد فورينوار كتعجب الناس بزاف. وهي في الحقيقة أنا عاجبني أنا كناكلها كتعجبني فورينوار. علاش؟ كتجي خفيفة. كتلقى واحد الكاتو طبيعية ما فيها لا جيلاتي لا مكونات يعني داك الشيء ديالها. هانتوما هذيك درنا ربعة ديال السيرو هي دخلت كلها ربعة ديال السيرو. كمية قادة. كمية أنا كنبغي نخدم الحاجة ما يشدش ليا منها داك الشيء اللي صوبتي تكونسوما. هانتوما هنايا بقى واحد شوية ديال الكريم هذا باش غادي ندير البوزاس. هنا هاد لاموس ديالي اللي بقات غادي نكبها كلها هنا. هاد المقادير اللي درتي كتسع لينا هاد الاطار ديال 24 سنتيم. فوالا فوالا. انا كنت كنبغي لو ريسيت ديالي يكونوا قادين ما شايط ليا ما خاصني. دابا غادي نديروها في المجمد. دابا نديروها في المجمد باش نجدوها. هي راه كتكال في النهار عادي. هي راه ماشي المجمد غير باش تجمع ليا شويه من الجناب باش نديمو ليها باش نديرو ليها لي كومبوتشو لي كومبوت شوكولا ديالها. هادي فوغي نوار خصوصا موس شوكولا راه دغيا كتشد. دغيا كتشد. دابا ندخلها للمجمد على واحد الساعة هاد المكان هكا على الماكسيموم. ونرجعو ليكم. إن شاء الله. ما كتحمل ليا لا هذا اخا عليك انت هذا هرب شاف الكاطو ديالنا واجد واجد. دابا غادي نديمو ليه اللي ما عندوش سالومو شنو يدير؟ يدير غير زويف سخون ويدوزو من الجناب انتم بكل سهوله. دابا بقى الزينه ديال فورينوار. هو الزينه ديال فورينوار معروفه هي لي كوبو دو شوكولا. غير كيما تنقول لكم ديما نديرو الشوكولا النوع الجيد. انا الشوكولا ديالي هو ذوبتو. واش عندي الشوكولاته الغنيه ولا بدي الشوكولا الغنيه؟ انا كنكبو فوق الطبله باش هنا غادي نطابلي او ميم طون غادي تصح ليا. واللي ما بغاش يدير هاد الغنيه يدير بديل الشوكولا. غادي يدير بديل الشوكولا ولا ياخذ الشوكولا اللي تنوع جي دوك الطابليت ويحكم بالعرب. يحكم ديك الحكاكه. الحكاكه ديال باش كنحكو لي زاس ديال لورانج وهذا. دابا هنايا كنعمل هاد العملية هاكا لا كيجي ليك من اتجاه اخر. صح ليا غادي يبدا يتصح هنا. هادي هي الطريقة الاحترافية اللي كديرو. وغير هي الطبلة تكون باردة ما تكونش سخونة. شاف شتك درتي هداك الشكلاط درتيه في بلاكة ديال لينوكس. حيت دابا إلا كان الحال سخون تيجينا صعيبة بالشكلاط باش جاك مع الى تكون الحال كيجي صعيب ياك. انا كنفكر نديرها هنا وكندخل الثلاجه تيبرد ليا فوالا. كيخصك دوك القطع يكونوا هكا كبار. هكا كبار باش كيجيو فورن ديالنا عالية. كتهرش عليها شويه د بودره ديال السكر براسي باقي ليها واحد شويه ديال لافينيسيو غادي نديرو عليها. وغير الوغ ديالنا ها هي واجده. بقى لنا دابا غير شويه ديال الزينه كما كتعرفوا الحلوه خصنا ديما شويه ديال الديكور. اليوم راه شويه ديال لاكريم.
تزينه كتبقى على كل واحد، كل واحد يزين كيف ما بغى. هذا دابا نزينو باللي موجود عندنا. اييه انا بغيت نزينوها بهاد لي كران سي دي بواغ كيقول لهم سي دي بواغ. فوالا حلوه اللي كتقدر تاكلها في نهارها، غادي توجدوها في نهارها وتاكلوها في نهارها. كي غادي نديرو حنا دابا بلا جيلاتين؟ لا ما فيهاش جيلاتين. فوالا لوكاطو ديالنا هي واجده بالصحه والراحه اللي تديروها لوليداتكم في هذه وقت المناسبات ديال النجاح ديال المدارس. ها الشاب ديال اش هاد الكاطو ديال من؟ ديال من؟ ديال لانيفرسيتي ديال ادنى. طلبها كاع من ذاك راه طلبها كاع فوق الواقع. طلبها على فوق الواقع اللي كبر على لانيفرسيتي. يلا حط لينا فوق منها جويزه اللي خاصك. نصور ونحطوها على هذا هي الاولى. يلا دابا انتم راه كتشاركوا معنا لانيفرسيتي ديال وليداتي. ها هي جويز انيفرسيتي. جويز انيفرسيتي راه كتشوفها غير انت قلب علينا. ها هي. اييه صافي هي ديال لي كارتون الفور ان واغ ديالنا. هي واجده ساهله بلا جيلاتين، ماشي ضروري بيتها حتى لاخضليه، نقدروا نصوبوها اليوم ونستهلكوها اليوم وناكلوها اليوم كي غادي نديروا حنا دابا؟ بس خلينا دابا هذيك المرحله الحاسمه اللي كنتسنى المهمه الشاف. وانت انا راه كنتسنى معكم ضايله انا من المعجب ديال الفور ان واغ، كتعجبني حيت ساهله بنينه كتجيو خفيفه بنينه، وخصوصا ملي كيكون فيها شي شوكولا مزيان. ها انا عمر ها الكاطو ديالك جويده وليده، غادي يقطعو باباك هو الاول. هاهي غيدوق باباك اودي هو الاول. عطينا عطينا عمي فوالا. اييه هانتوما رائعه رائعه فوق الواق ديالنا واجده. اييه هذا كدور ليا اسميتو نشوفو انا لوز عاد اللي تيعليا باش تبان. هاتي يا لالا يلا ودوك نعرفو كي داير المذاق. بتعرفو كي داير المذاق؟ دوك دوقنا. بسم الله بسم الله. لا يعلى عليها، هادي محبوبة الجميع. فوغي نواغ كيبغيها كلشي. لا خطيرة. يلا اللي كيشاهدنا أول مرة يشترك في القناة، نقرع الجرس يوصل الجديد، حطوا إعجاب، حطوا تعليقات ديالكم، حضروها. كملتي التكس ديالك؟ أراه راه بسم الله بسم الله. هوب الرضا. وعيني راه عجيبة. سرطان بلا مضغن ياك الشاف. سي فورنوار هي الحلوه اللي لا يعلى عليها. لا كل حاجه وعندها المذاق ديالها. واني فورنوار سي حاجه زوينه. يلا يلا بالصحه والراحه وجربوها وردوا علينا الخبار. فوالا ان شاء الله. تواصلوا معنا في الانستغرام الشافة ماري وشاف لبنى متقال، ورسلوا لينا التطبيقات ديالكم وقولوا لنا الراي ديالكم في المذاق. يلا بالصحه والراحه. صحه